هل في تنافس الأرقام دعم أهداف؟ اقولها واقولها، شوف اقولها أنا تتقبلونها كلكم؟ بدون ذكر أسامي. لا اقول، لا اقولها تتقبلونها، أنا ما عندي مشكلة. تتقبلونها، تتقبلونها بكل روح رياضية، روح رياضية ولا شباب، روح رياضية. ولا بيجي فيها قص مقاطع؟ اذا ودكم لا اقولها بس قلتها. ترى انا شوف اسمعني، انا ما علي من احد، اقدح منه من الراس. شوف ابى اقول الكلام اللي بخاطري، كل اللي في البرنامج هذول يكون نعم، واللي هنا برضه هو النعم، كل في حقه. بس مستحيل 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 اني اعرف لي شخص واتجاهله لاجل اني انا اخاف مثلا يمكن على الناس اللي عندي، او اني اتجاهله، لان الرزق عند الله سبحانه. صح حتى عندك ولا عند فلان ولا عند فلان، العب مع الكبير والصغير. اذا لعبت مع الكبير والصغير الله بيحبك وبيحبونك حتى الناس. يقول هذا والله بيض الله وجهه. احبوا لو تقول مثلا، لو تقول الحين انا والله ماني بلاعب مع الصغار، بلعب مع الكبار، هذا اكبر غلط، اكبر صح غلط جدا 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 جدا، لان الله اللي يوزع الارزاق. صح العب مع فلان والعب مع فلان، والله ان الله بيوفقك. اقلها حتى ذا اللي يجيك مثلا ما هو بقوي، بكره يمكن يتعداك. لعب معي وضحك معي وفوق هذه كلها هم اخوي انا، حتى يوم كنا في البرنامج هذاك ونعم فيهم كلهم رياجيل كفو، مثل ما انتم عندكم في البرنامج هذا رياجيل كفو، فيه رياجيل كفو، فيه رياجيل مهم كفو، في بنات كفو، في بنات مهم كفو، في هناك عندنا نفس الشيء، في ناس كفو، في ناس ما هم كفو، ترى فيه سبحان الله. حلو ولا لا؟ حلو. فأنا للأمانة ألعب مع الجميع، مع القوي ومع ذا، وفي ناس يمكن قويين ولكن ترى ما هم بريجي، وفي ناس تلقاه طول عمر ما حتى يمكن ما عنده أحد، تلقاه ضعيف في البرنامج ولكنه رجال، يمكن لو وجه في لزوم سد لزومك. علشان كذا احنا نلعب مع الجميع، احنا نطلع برا نروح ونجي وندخل دوائر حكوميه ونطلع ونروح اماكن عامه ونتمشى ونجي، نقابلنا رجال يجون يسلمون علينا، كيف الحال عساك طيب؟ والله اني احبك يا فلان. وش يا اخي ما تقدر، ما تقدر ترى الناس الموجودين هنا واللي انت تلعب معهم هذولي خلاص صاروا جزء من حياتك. انت لو تفكر فيها، لو تفكر في مزاجك، لا تخلي بينك وبينهم حاجز ابدا، خلي بينك وبينهم ميانه، العب مع ذا والعب مع ذا والعب مع ذي واستانس وانبسط، يمكن يعطينك دعوه الله يبيض وجه فلان الفلاني فقط. انتهى. انت جيت هنا البرنامج خليك محبوب، فلا تصير تخلي العالم يقول سود الله وجهه، فلان هذا ما هو فلان هذا ما هو كويس، فلان هذا متنم، فلان هذا اعوذ بالله. خليك العب مع العالم واستانس واضرب الباب. واللي دايم سبحان الله في راسه شيء، ولا واحدة في راسه شيء، ترى أي واحد في قلبه بلا يرجع عليه البلا. نظفوا قلوبكم، نظفوا قلوبكم، نظفوا قلوبكم، لأن البرنامج له باسم أحد، وكل رجال هنا موجود بجواله وبكل شيء دندن، خذ الدنيا عرض طول يا مال الشحم. اغد خلك فعلها يا رجال، خلك صديق الجميع. والله خليكم جميع، وانا والله بالنسبه العظيم لي اتمنى الكل من كبير لصغير يلعبون مع بعض، ان اخر برنامج هذا نكبر مع بعض. والله لان تدري ليش يا اخي كذا بدون ولا كذا، انت كراهية يمكن حب لا حب ما عليك، بالعكس والله. الناس اللي مثلك وشرواك جميلين. الحكم الاول يا راجو 30 اسد. اسمع 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 تبغى تلعب جولة الحين، بفتح جولة لعيونك. لا شوف طلع بنشوف انا بسألك الضرب، جولتين. بنشوف الضرب. لا 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 انا اخذها بشحم. يا 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 رج رج يا رج رج يا حبيبي، اقول لك من رج رج صرنا رج روجي رج كل من في تطور. لب عينك، لب والله قلبك يا راجو. حبيب قلبي سعود، تدري يا راجو ليش انا احبك؟ ليش؟ ترى كنت من الناس اللي اول ما جيت انت مستقبلني على طول.
حبيب قلبي والله ما سويت شيء، بالعكس والله لما اشوفك مستانس مع ربعك مع ناسك وحبايبك. بس أهم شيء إنك تتابعني في بثي ولا زابن؟ ترى دائما لا والله اتابع، والله اتابع حبيبي. لما اجي احفلك مو ضد شيء، انا فاهم ان انت ما تجلد الحكم، بس الطرف الثاني ما عنده حد، فمو مو داري والله. والله اني داري، والله اني داري يا رجرج. والله والله قد لقيتك مره في تحدي قلت بجي احفله، قلت ابي اشوف رده فعله وش بيسوي رجرج عجيب. والله عادي الله يرضى حظك يا رجرج. تلعب تدعم اماكن اماكن يا هذه حركاتك انت تقول سعود خليك صديق الجميع. الله يا ربي حظك يا ذيبان. جميع صديق سعود. ها سعودك يا سعود على خشمي. سعود سعود غير والله. ابشر والله بالسعود يطلع يقول نن 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 انا 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 ابشر والله بالسعود. قبل ما اطلع منك شو سالفة عندك ولاعة؟ هذه سالفة واحد كان معي في السجن. أول ما دخلت كنت أنا رجال ولد أسوي إعلانات والحمد لله أموري طيبة. فجأة هذا اللي قابلني اسمه معيض مع كل ناعم، معيض معيض مع كل ناعم، معك دخان معك دخان، هذه حركاته. والله ما ألعب، أنت صاحي تبي تجحفني أنت. لا نبغى نفوز عليك جولة وأطلع أرتاح نفسيا. شباب هالجولة خلينا نفوز. بارحة واحدة جد شباب. أبشر بالسعد، أبشر بالسعد الآن، أبشر بالسعد والله على خشمي. منيا كنت وش حسابه هو؟ وش حسابه؟ وش حسابه؟ حساب منو؟ هذا واحد بيعجبك، هذا واحد من خويانا. من خويانا في البرنامج هذاك، الحين جاء من برنامجنا ذاك اثنين، واحد قال له القاحي واحد قال له ابو سفيان. العب معهم يعجبونك. والله طرش حساباتهم بلعب وياهم. والله كويسين مره مره. ونبي بعد نخش نخليهم يخشون جو العميق على طول مع التيك توك. والله ايوه اي توب هو اي توب عيال منو توب 10 اوكي شوف تدري اي توب هو اي توب 10 شو اسمه اس اف اس ابو سفيان ابو سفيان ضفت حسابه ضفت حسابه ابو سفيان كفو والله. مثلا سفاح جو حلو العب يا سفاح برضو ترى رجال كفو رجال قلب طفل جلد يبغى يصيد. أيوة والله ها يبغى يصيدني بالاحكام. يبغى يجلدني جلد. عيال انت تقول خلوه يلعب معك وما ضافني اصلا والله العظيم. وش تقول؟ لا للسفاح ترى راعي احكام. سفاح راعي احكام يقول لي تلعب احكام. الوحيد اللي تبي اوريك وانا الوحيد اللي السباح بتاني عارفه. ها السباح تدري وين عرفته فيه؟ وين برنامج قديم قديم. شوف يا عيال لا شوف قبل ما يدخل برنامج ها عيال اللي يسوي مثلي حركاته اذا جاء يتعرف على احد في مكان يسجل. عشان ما تنسى. يا عشان ما انسى. بس تبي الصدق اول ما تعرفت على السفاح كاني عارفه من زمان، هو كانه يعرفني من زمان، داقشنا مع بعض وقلنا نطبخ انا وياه مع بعض. وننظف هو ينظف عزبته وانا انظف. اخبارك عساك طيب وشلونك؟ كان هو في عزبه عنود وانا في عند القحاطين، كل واحد عند عيال عمه. ينعنص شكلهم صايرين عنصريين. انا والله عرفت سفاح برنامج القديم لما كان يسوي مقالب بالتليفون يتصل ايه في البرنامج الاخضر. تعرف من هنا. بس تبي الصدق شفت السفاح؟ رجل طيب. لا أنا طيب انا جلست معه قسما بالله رجال كفو شرواكم. من اجمل روحه عفوي يعني تلعب وياه تاخذ روحه هو يعني ترى احنا الحين نص العيال اللي جايين هنا ترى نصهم جايين مؤدبين.
اولهم انا، الشله اللي معنا نصنا جايين ترى خلاص يعني نبي نبث، الله يسعدكم سعادتكم من جمالها. آمين يا رب. شباب عادل قول له خلي يخلص جوله بسير عند عادل. تشتكي لي قدام ومن جاتك ورا عيال اخر ثواني ها شباب تكبير انت ما تسلم يحكوا يا بلد والله يا بلد. ابشر ابشر شوف بسم الله يا تكفون انتبهوا شباب جحفلوا 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 انتبهوا يا ولد الاسد هذا الخيك اللي تنزلونه والله العظيم ذا القطو ذا اللي جايبينه كانه اسد وشوي له يقول ياو عنيسه يفوز لها بعد يعني اصلا يقهر هذا اللي ما ودك يا يعني انتبهوا 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 يا الله عيسى الله لا يوفقك يا رجل رجل انت واللي عندك والله حبيب قلبي شباب ضيفوا الداعمين شكرا ضيفوا اللي عندي واللي عنده وضيفوا رجل رجل تكفون حبيبي احبك في الله حب كبير ونشوفك اعلى اعلى واقوى الناس في البرنامج والله حاليا شكرا شكرا يا حبيبي اعلى مراتب حب عظيم لك والله العظيم ها ها شوف انا اعطيكم يا الكومنت على كيفكم